نستمر معكم في شرح الشابتر الخامس Railway Infrastructure Systems، ووصلنا إلى القسم الثالث Railway Geotechnical Engineering، وسوف نتحدث عن هندسة التربة وهندسة الأرض، الهندسة الجيوتقنية المرتبطة بالأمور المتعلقة بالسكك الحديدية. ومن دون ما إطالة فلنبدأ. هذا هي ستكون محتويات هذا القسم، مكونات البنية التحتية the substructure components، ومن ثم سوف نتعلم عن البلاست وهو الحجارة المشكلة للسكة وتحدثنا عنها سابقا، the track formation الطبقة الصغيرة ما دون البلاست، the subsoil التربة دون البلاست، ومن ثم سوف نتحدث عن القوة التي تؤثر في البلاستد تراك، ومن ثم سوف نتحدث عن البلاستد تراك maintenance، عن كيف يمكن صيانة هذا النوع من أنواع السكك الحديدية. تحدثنا عن التراك سيستمز، البلاستد تراك والسلاب تراك، كيف يمكن أن نقوم بصيانة هذا النوع، ولمحة سريعة عن الصيانة. لو substructure components نعيد مرة أخرى، طبعا substructure هي أي كل شيء دون السليبر، فهي طبعا superstructure هي يمكنك أن ترى السليبر، الريل والفاستنينج سيستم. أما substructure يمكنك أن ترى البلاست، السببلاست، الكومباكتد سبجريد والناتشرال سبجريد. فهذه هي الأمور المرتبطة بالsubstructure. Embankments play a major role in railway structural stability. والإمبانكمنت هي الجزء المكون لشبه المنحرف أو المخروط أو المنشور المشكل للطبقة دون السكة، وهي مسؤولة بشكل كبير عن ثبات السكة الحديدية، كما أنها مسؤولة عن تيسير المياه والدرينج، أو ما يسمى بتصريف المياه، مياه الأمطار أو المياه التي تتعرض لها السكة. فهذه هي البنية الأساسية للسبستركتشر. الآن نتعرف إلى البلاست. البلاست هو الجزء كما تحدثنا سابقا ما دون السليبرز والمكون من الحجارة. هناك أبعاد معينة يجب أن تلتزم فيها البلاست. هناك جزء يسمى الكريست وهذا هو، أو هناك جزء يسمى الشولدر الكتف، هذا يسمى شولدر كتف البلاست، كتف البلاست، ويجب أن يكون لديه ملتزم بأبعاد محددة، والكريست أيضا يجب أن يكون ملتزم بعمق محدد. يعني فقط لنظرة سريعة على هذا الأمور، هناك أيضا سلوبات، هذا السلوب 1-5 و2-1، هي الإمبانكمنت 2-1 معروفة، ولكن ما يهمنا هو 7600 ملمتر، 7.6 متر هي المسافة ما بين طرفي البلاست، يعني يجب أن تكون ممتدة على مستوى 7 متر، 5-7 متر بس على الأقل 7 متر، ويجب أن الإطلاع على الستاندرز المعنية. بالنسبة للجيومتري، العمق الدبث 40 سنتيمتر تقريبا، الشولدر ويث مهم، والسلوب يجب أن تقوم مطابقة للمواصفات. هذا الأمر الأول. طيب ما هي البلاست ماتيريال؟ البلاست ماتيريال هذه الحجارة يجب أن تطابق مواصفات الشكل، شيب تكون أنجولر حادة 7 سنتيمتر، اللي في بعض الحجارة عشان الانترلوكينج يكون جيد، التماسكية تكون جيد، تصعد للكومبريسيف سترينث تكون قادرة على احتمال الكومبريسيف سترينث عالي، تافنس أن تقوم بمطابقة المواصفات، تافنس ومقاومة للبيئة. البلاست تيست عشان تعرف بعض البلاست تيست، وانت اذا اخذت لاب سويل اكيد تعرف بعض هاي الفحوصات، لوس انجلوس تيست، اجريجيت امباكت فاليو، ديفال تيست، ريزيستنس تو امباكت، بيتروغرافيك اكزامينيشن، هاي بعض الاحيان، جرين شيب، ريزيستنس تو ويذر. هذه فحوصات اوليه نقوم فيها على جميع الاجريجيت، والبلاست ضمن الاجريجيت. هناك مشاكل تحدث للبلاست، وليس فقط إذا التزمنا بالمعايير فإن الأمور سوف تكون جيدة. فهنا فالبلاست موجودة في بيئة قد تحدث ظاهرة تسمى بالبلاست كونتامينيشن، وبعض الأحيان يسموها مايجريشن.
تقوم التربة الناعمة بالتغلغل داخل البلاست مع المياه، فتصبح مثل الماء، مثل الطين مع البلاست، وهذا يؤثر على القوة ويؤثر على أمور مثل الستيفنس، عامل مثل الستيفنس والريزيلينس. طبعا هذه الأمور فاينز افتر بلاستنج، هذه الفاينز الصغيرة بعد تحدث بسبب حركة القطارات أو بسبب تسرب المياه من والطين والتربة الناعمة من السبسويل. بعض الأحيان هناك تكون نباتات يجب إزالتها، بعض الأحيان بعض الأمور الغبار من الهواء، هذه تسمى ظاهرة البلاست كونتامينيشن. ماذا نقوم إذا في هذه الحالة؟ نقوم بدراسة كاملة طبعا، ولكن في الكثير من الأحيان نقوم إما بعمل بلاست كليننج أو بلاست ريبليسمنت أو سب سويل تريتمنت أو بنسوي بلاست دامبنج وفقا للحالة. طبعا كيف أنا بقدر أعرف المواقع اللي صار فيها هذا البلاست كونتامينيشن؟ في عندي التراك ده يتذكر في القسم الأول حكينا عن القطار الذي يقوم بقياس أبعاد السكة الحديدية، بجيب الميجرمنت تبعت ذا تراك ريكوردينج ميثود، وفي بعض المناطق بكون واضح أنه الجيومتري مختلفة، فيها تويست، فيها كروس ليفل، فيها جيج سبريد، أو فيها سيتلمنت. أهم شيء السيتلمنت، بتطلع على السيتلمنت وبشوف إنه هذا السيتلمنت شو سببه، وإذا كان سببه البلاست بقوم بالإجراء المناسب. أيضا عندي فيجوال انسبكشن، في الكثير من الأحيان أنا أرسل الشباب والناس المسؤولين عن الفحص ليقوموا بالاطلاع على المشاكل الموجودة على السكة، ففيجوال انسبكشن الشباب بكونوا عارفين على شكل المشكلة، بقوم الإخبار عنها للمهندسين المعنيين. إذا كانت المشكلة قوية ممكن أقوم بأخذ عينات، ومن هذه العينات أقوم بدراسة الوضع بشكل أفضل، قد تكون بور هول، وبور هول مناسب حتى، أو مثلا سلندريكال سامبل، أي عينة أسطوانية. طبعا شو بعمل بالنهاية؟ إما في عندك كليننج، بنظف البلاست، هذه مثلا الكليننج ماشين، بتشيل البلاست القديم وبتعيده وبتنظفه وبترجع تحطه من جديد، او في عندك تامبينج، هاي التامبينج تقوم بيسوي زي كومباكشن، بعمل ارتجاجات داخل البلاست وتقريبها على بعضها حتى تكون اكثر تماسكا، او رينيوال اقوم بازاله البلاست كامله ووضع بلاست جديد. الان نتحدث عن التراك فورميشن. التراك فورميشن هذه الطبقه التي تاتي دون البلاست، وظيفتها حمايه البلاست من مشاكل الستراكشر، منها اللي هي انتقال الفاين سويل او الكلي الى هذه البلاست. طبعا هذه اللاير تساعد في ثباتيه التراك، وطبعا التراك ستابيليتي وحمايه البلاست. شو الامور اللي يعني باخذها بعين الاعتبار؟ الدرينج، بعض الاحيان تسليح ممكن احط لها جيوتيك ستايلز او جيو جريدز، والبيرنج كاباسيتي تبع هاي الفورميشن لاير. طبعا كيف بكون عندي قدره اني اسوي رينفورسمنت اوف ذا فورميشن؟ كيف انا بقدر احط زي تسليح او احمي هاي الطبقه اللي دون البلاست بشكل كويس؟ في عندك اول شيء بيفمنتس، ممكن احط زفته او تار بما يتناسب. في بعض الاحيان بحط بعض الامور الكيميكالز، لاتكس بعض الاحيان على السايدز، او بعض الكيميكالز عشان اخلي التربه مناسبه، او ممكن ازيد الدبث تبع البلاست والثيكنس. بعض الاحيان بحط طبقات بروتكتيف لاير مثل البي في سي شيت، تعرف البي في سي شيت البلاستكس ممكن احطها تحت، او جيو تكستايلز. الجيو تكستايلز ممكن اجيب جيو تكستايلز واحطها. طبعا بعضهم التالي يؤدي إلى مشكلة في مشكلة السكة، تمام؟ مشاكل متكررة بسبب، طبعا إذا تكررت هذه المشاكل في السكة بدي أنا أعرف هل هاي المشكلة من السكة نفسها، من البلاست، من الريل، من السليبرز، من السبسويل. فكيف أنا بعرف إذا ايش الامور اللي بتحكي لي انه هون المنطقه هذه فيها مشاكل في السب سويل؟ ان تتكرر مشاكل السكه اسوي لها صيانه تامبنج او رينيوال، ارجع لها بعد شهر شهرين ولا الاقيها انه صار فيها ستلمنت.
الويت سبوتس، انها تتكرر زي هاي الويت سبوتس، اني الاقي انه في كلي طالع او مثلا صاير في مد طلع على البلاست. الفروست دامج يكون في زي تجمد، بعض الاحيان يكون في زي شقوق ديفورمي، شقوق على جانب الامبانكمنت او على جانب البلاست. هون بعرف انه في مشكله في السب سويل عندي، ويمكن بعض الاحيان احتاج الى اسوي سب سويل تريتمنتس او اغير السب سويل او سب سويل ريهابيليتيشن، اعيد تاهيل البنيه التحتيه. السب سويل طبعا هلا هون بنوصل للمكون الرابع، عرفنا البلاست، عرفنا مشاكل البلاست، عرفنا كيف بنفحصها. هلا السب سويل اللي هي هاي الطبقه المشكله لما تحت الفورميشن لاير، عاده اما بتكون كورس جريند فاين جريد او اورجانيك، يعني الاورجانيك يمكن أسوأ نوع، الكورس او فاين جريد. فاحنا بناخذ الووتر كونتنت، الشير سترينث، بناخذ فحص سي بي ار كاليفورنيا بيرنج ريشيو، بناخذ كومباكشن تيست، بنعرف هاي الطبيعه. طبعا هاي سويل تيست يعني بتعرف القيم الاساسيه المين سويل بارامترز تبعت هاي السويل، وبتاكد انه عندها درين كويس، درينج للمياه كويس، ممكن السايد درين، وبعض الاحيان بحط كالفرتس، وبعض الاحيان بكون انكلوز درين، بكون حاطط زي بايب هون او بايب طبعا قد يكون كونكريت ومغطي عليه، او سايد درين بكون على الجنب مع ميلان. طبعا شو سبب المشاكل السب سويل؟ هون بتشوف حدث لها تجريف، شايف هون الفيلير واللي هو ممكن نسميه سلايد، هذا اللاند سلايد. هاي الفيلير اللي صار بور، اما تكون التربه نفسها ضعيفه او عليها احمال قويه جدا هاي ستاتيك اند دايناميك لود، او لم يتم دمتها بشكل جيد، او ما الها تصريف للمياه، او مستوى المياه الجوفيه فيها مرتفع. طيب اذا كان عندي سول زي هيك، هل بقدر اساعدها؟ هل بقدر اني اطورها؟ هل بقدر استخدمها؟ طبعا ممكن تسوي ما يسمى بالفايبريشن بريشر كومباكشن، هذه المشين تيجي بتنزل سويل جديد وبتسوي لها كومباكشن بطريقه جديده عشان تسوي لها ريهابيليتيشن. في عندك كيميكال سويل كونفرجن، ممكن تحط بعض المينرالز وتخلطها فيها. في شيء اسمه سويل نيلينج، ممكن يتم استخدامها للسلوبس. في جيوتيك سايلز اند جيو جريدز، فهذا علم فعلا يعني مهم الاشخاص اللي بدهم يتخصصوا في الجيوتكنيكال انجينيرنج، كيف انا بعمل سويل تريتمنت وشو التولز وشو الماتيريال الموجوده عندي. هلا بعد ما درسنا المكونات الاساسيه للسبستراكشر، حكينا عن البلاست، عن الفورميشن لاير، عن السب سويل، بدنا نعرف ايش التراك فورسز اللي بتيجي عليها طبعا، وايش التراك كواليتي. طبعا التراك كواليتي هو معيار لرؤيه جوده السكه. هذه التراك كواليتي بعض الاحيان بيقيسوها بالتراك جيومتري، يعني في ناس مختلفين في كيف يتم قياس التراك كواليتي، في ناس بيقيسوها في السيتلمنت، اذا كانت التراك نازله عن المستوى عن الليفل سيتلمنت في عليها سيتلمنت فبيعتبروا ان الكواليتي نازله. في لا، بيجمع مجموعه من البارامترز المرتبطه بالسليبرز، بالريل كونديشن، بالبلاست كونديشن، بالسب سويل كونديشنز، وبيجمعهم في افريج ويتد اندكس، وبيحكي هذا مؤشر التراك كواليتي. فطبعا هون السيتلمنت، هون بيجي التراك تطلع. طبعا هون هاي اول اول ما قمنا بعمل البلاست تكون في المستوى الاول، بمر الوقت بيصير عليها سيتلمنت، باجي بعمل تامبينج بيرتفع المستوى زي اول، بعد فتره بيصير عليها سيتلمنت، باجي بعد فتره بسوي عليها تامبينج برفع المستوى، وهكذا لمرحله بيصير انه هذه المده، هذه الفتره يصير انه اسرع انها توصل ل سيتلمنت غير مقبوله، انها تتعدى حدود السيتلمنتس المقبوله، فبصير لازم انه نسوي للبلاست تغيير، بتبطل التامبنج العمليه المناسبه، بصير لازم نعمل رينيوال. هاي التراك جيومتري سكشن، طبعا هون قايس التراك جيج، هون في اختلافات في الجيج، مثلا هون في عندك 10 ملم ستاندرد ديفيشن ديفرنس، هون مثلا تراك تويست، التراك تويست هو الاختلاف بالارتفاع مع الجيج لا بين التو ريلز، وهو مؤشر ان اما انه الريل فيها مشكله او انه البلاست فيها مشكله، وكثير من الاحيان تكون السبب البلاست. هذا عرفنا عن التراك كواليتي، كيف المؤشر بنقيس فيه جوده السكه. طبعا كيف الديفكت بيصير؟ الديفكت
طبعا في ديفكت بتصير في الاتجاه العمودي، في ديفكت في الاتجاه الطولي، في اتجاه بتصير بالاتجاه الافقي. طبعا وبلاست سيتلمنت بيهيفير، وانا تنزل البلاست، هذا واحد من الديفورميشن. فبعض الاحيان بيكون الديفورميشن على الجانب، في شولدر نوت انف ديبث، في عندك مثلا بياثر واحد اللي من السليبرز فيها مشكله، فاستنر صاير عليها اشكاليه. يعني في عد الفورسز لانها بتشتغل بالثلاث دايركشنز من القطارات، فالديفورميشنز يحدث من عده اتجاه. طبعا المواصفات الاساسيه للبلاست تراك ريل يو اي سي 60 لونج ويلدد ريلز، او ريل يتم لحامه 2.6 متر سليبرز من نوع بي 70، الباد ممكن نوع هارد ريل باد هاي للفاستنرز، والبلاست بيت 30 ل 40 سنتيمتر، هذا عمق البلاست، والتراك بروتكتيف لاير من 5 ل 10 سنتيمتر. هاي فقط يعني مواصفات اساسيه لاي بلاست تراك. لاما انا بدي اعمل بلاست تراك بايش بفكر؟ بفكر يو اي سي 60، بفكر ويلد ريلز، بفكر 2.6 متر سليبرز وهارد ريل. يعني هذه الامور الاساسيه. فاحنا هل صار عندك فهم على الفورسز، فهم على السيتلمنت بيهيفير، وفهم على المواصفات الأساسية للتراك نفسه. الآن أنهينا السب سويل والسب ستركشر، الآن نفكر بعمليات الصيانة. عندي مشروع حركت قطاراتي، اشتغلت القطارات فترة في الزمن، في عندي عمليات صيانة مستمرة. التامبينج اللي هو هذا التامبينج اللي بسوي فايبريشن للبلاست، منسويه بين 4 إلى 5 سنوات، ممكن أقل. الجرايندينج جلخ السكه بسبب التاكل، بسبب الوير، بين 1 إلى 3 سنوات. هاي جرايندينج ماشين، هاي طبعا بتشوف عمليه الجلخ اللي عم بتصير للسكه. كليننج انه انا انظف البلاست مثل هون، بين كل 12 ل 15 سنه. الريل ريبليسمنت زي ما هون بقوم بتبديل السكه بسكه جديده، عفوا هون انه او بحط سكه جديده، يعني كل 10 ل 15 سنه. تبديل الودن والكونكريت سليبرز طبعا ديورابل، لانهم هذول مستدامين فتره طويله، يمكن من 20 ل 30 سنه. الريل فاستنينج من 10 ل 30 سنه. تبديل البلاست من 20 ل 30 سنه. ريهابيليتيشن اوف سب سويل، اغير السب سويل اللي تحت تقريبا كل 40 سنه. هلا انا صرت فاهم ايش المواصفات الاساسيه اللي ببني عليها، ايش هي مواصفات السب سويل، ايش هي مواصفات التراك، وايش وكل كم بجري عمليات الصيانه. هذا النظره الاوليه للسكشن 2 تبع الجي تكنيكال انجينيرنج. الان راح نتحدث عن موضوع السويتشز اند كروسنجز في الدرس القادم، ونراكم في السكشن القادم موضوع سويتشز اند كروسنجز وانواع السويتشز، ونراكم في درس قادم. مساءكم سعيد.